ده غبي جدا ماشي من هنا. اسكت. لا لا ايه اللي حكايه الغبي دي؟ لا ده انا ارتكب فيها جريمه. يعني ايه؟ ده هم شويه الذكاء اللي انا عايش بيه. انت ذكي؟ هو انا حلت من شويه الذكاء اللي عايش بيهم؟ طيب كويس. كمان دي انا عشان اخلص ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى. اتفضل. همتحنك سؤالين بس في الذكاء. اتفضل. لو نجحت هتستلم الوظيفه بدالي. اه ما نجحتش يوريني عرض كتافة. اه اتفقنا؟ اتفضل. السؤال الاول. ايوه. ايه الشيء المدور ولونه اخضر من بره وتشقه بالسكينه تلاقيه احمر من جوه وفيه بذر بنسميه لب؟ يا سلام، هو ده الذكاء؟ اه. اجي مدوره خضره وتشقها تلاقيها حمراء وفيها لب، واول حرف منها نون. نطيخة. في حاجة اسمها نطيخة؟ من عارف ان اسمها بطيخة، بس يمكن شاريها اخنا في الدنيا نطيخ. بقول لك اول حرف نون. ايه؟ نص بطيخة. خلاص 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 خلاص. المدورة ربنا يجعلها. خلاص خلاص. انتوا في ايه بنتنا؟ خلاص. كل دي ضحكة؟ اجتني وانا بتاهل. السؤال التاني بقى. السؤال التاني. ايوه. وركز معايا. معاك. ايه الحيوان اللي بتشوفه في جنينة الحيوانات وبترمي له موز وفول سوداني؟ ارميله موز وفول سوداني. اه. بيبقى في القفص. وبيبقى في القفص احيانا. يعني ايه؟ ايه هو؟ مين؟ مين الحيوان ده؟ مين؟ ما تقول انت. برميله موز وفول سوداني. قرد. غلط. لا قرد. لا غلط. امال ايه؟ مرات رئيس الحزب. ها تبقى الزرافة. فتح الله بيتجوز زرافة. يلا يا ابني. اه والله بيتجوز زرافة. اعمل لك ملحق. يطلع يبص وينزل يسلم عليها. ايوه. ملحق. ايوه. السؤال الثالث وده اخر فرصة ليك. ايوه. ايه الحيوان ابو اربع رجلين وليه ديل واليف وساعات نربيه في البيوت وبيقول ميو؟ بس غلط. اه. كلب بيتعلم لغات. يعني انا سقطت ولا ايه؟ يلا يا حبيبي مع السلامه. طب معلش، انت عارف ربنا بيحب العدل. طبعا يا ابني. انا هسالك برضو ثلاث اسئله زي اللي انت سالتهم، وان انا سقطت فيهم همشي بنفسي. في الذكاء؟ ايوه. لا، بدل في الذكاء في فرق بيني وبينك. ما انا عارف ده في فرق واسع قوي. ما انا عارف. طب اتفضل. اول سؤال. أيوة. وانا مش عاوز بطء، انا عاوز سرعه. الذكاء عاوز سرعه. حاضر. ايه اللي شبه ده؟ عمود. اصحى معايا. ايه اللي شبه ده؟ شجره. ايه اللي شبه ده؟ ايه ده؟ اصحى معايا قوي. طيب السؤال التاني. التاني. ها. ايه الحاجه اللي بتعمل كده؟ عقربه. ايه الحاجه اللي بتعمل كده؟ تعبان. اصحى بقى معايا. ايه الحاجة اللي بتعمل كده؟ كلب بيهوى. ايه الحاجة اللي بتعمل كده؟ ايه؟ ايدي. طب خلاص 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 عجبتك؟ خلاص خلاص. ايه اللي بيعمل كده؟ ماشي. السؤال الثالث. هاي. في ثلاثة قاعدين. ثلاثة قاعدين. قدام منهم برتقان. 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 ثلاثة دول قاعدين وعايزين نقسم برتقان على الثلاثة، بس كل واحد ياخد نص برتقان. يا سلام، اتكلم على قدك بقى. برتقان عشان تقسمها يبقى يوم من نصين. ما هو الذكاء ازاي نقسمها على الثلاثة بحيث كل واحد ياخد نص برتقان؟ طب قول لي انت. آه. انا غلب حماري. غلب حمارك؟ اه. امال موقفه جنبك ليه؟ ايه ده؟
بقول لواحد صاحب اصحى تاني معايا، الثلاثه قاعدين والبرتقال ايه، عاوزين نقسم برتقال على الثلاثه بحيث كل واحد ياخد نص برتقال. وريني ازاي وانا عملتها انا تبقى نجحت في الذكاء. ثلاثة قاعدين ونجيب البرتقانة. جبنا البرتقانة ونغزها ايوة. نقول لها انت برتقانة؟ هتقول اها ده انا برتقانة ونص. فرق ونصص فرق بقى. نجيب البرتقانة ونغزها ايوة. انت برتقانة؟ ايوة. يقول اه طبعا انا برتقانة ونص. خلاص سيبه بيتاول. وانا عندي كلمتي خلاص. ايوه نجحت في الذكاء. ايوه يا الحمد لله رب العالمين. ايه الحمد لله رب العالمين. وادي عاد ماشي ماشي ماشي. وادي العربيه الشيك. الشيك اهم. الشيك اهو. الشيك اهم. 10,000 يا ولد. 10,000 يا ولد. ايوه يلا. ايوه بيه. اتفضل اتفضل. السلام عليكم. راح فين؟ ابدا حياتي. لا تعالى بقى على الباشا يفهمك على كل حاجه. في حاجه تانية؟ اه هيروقك. طيب ركز معاه. ماشي جيكو سيبنا لوحدنا شويه. اوكي يا باشا. يلا يا فندم تحت امرك. في حاجه يا فندم؟ شوف بقى. أيوة. خلي بالك معايا. ايوه عشان تشوف هتعمل ايه بالظبط. تحت امرك. انت هتنزل من هنا كانك رايح البنك. تطلب فتح حساب. افرض ما لقيتوش. مين ده؟ فتح حساب. فتح حساب. ايوه فتح حساب. حسابات حسابات اخته. اخت مين؟ فتح حساب يعني اروح انا ما دام حسابات موجوده. ايوه صباح الخير يا فندم. ممكن تطلبي لي فتحي ابن الحاج حساب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هتفاهم معاه ازاي؟ يا ابني يا حبيبي. ايوه انت انزل من هنا رحت البنك. ها مش معاك ورق مني؟ عقود؟ ها ها احنا دلوقتي خلينا بس في فتح حساب. في حد اروح؟ بلاش فتح حساب. ايوه وبلاش حسابات خالص. خلي بالك. انا بقول لك ايه. روح البنك. اطلب مفتاح خزنة. بيجي بدري. مين ده؟ مفتاح خزنة. انا مستعد ما تزعلش نفسك بس انا خايف اروح لمفتاح خزنة التاني يزعل. مين هيزعل؟ فتح حساب. وبعدين الثانية طبعا هتشوفني. مين دي؟ مدام حسابات. ارحمني. انا غلطت يا ابني. حرام عليك. انا ما غلطتش. حرام عليك اللي بتعمله فيا ده. والله ما غلطت. انا نزلت. انا فهمه ازاي ده؟ فهمه. انت مش معاك ورق مني؟ اهو عقد الشقة. اهو وعقد العربية والشيك. اهو كويس. المفروض ان دول تحفظهم لغاية لما تاخد سنة سجن بدالي وتطلع. احفظهم؟ ايوه. مش المفروض تحفظهم؟ احفظ ايه؟ احفظ كل ده؟ يا نهار اسود. اجيب لهم وقت منين دلوقتي عشان احفظهم انا دول؟ انا ممكن احفظ الشيك بس. اهو اهو ادفعوا 50,000 جنيه لأمر. 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 ادفعوا 50,000 جنيه لعمرو. ممكن ده عشان عالظهر اكون انا حفظت.